معلش يا اختي، اصل كنت بعافيه وكان عايز يجيب لي الدواء وايده مش طايل. ايده مش طايله يقوم يسرقني؟ طب ما طلبش مني ليه حق الدواء؟ وانا كنت هقول له لا. تلاقي يا اختي لا جاب لك الدواء ولا حاجه. انا هبلغ عنه في الكركون وهخليهم يحبسوه. احب على ايدك يا سكينه، فوتيها له يا اختي المره دي عشان خاطر. قطيعه اللي سمعك كده يا اختي يقول يا ما هنا يا ما هناك. حقك علي، وانا اول ما هنهض هدور لي على شغلانه واسدلك فلوسك. هو جت على الهدوم ولا الفلوس؟ انا مش عارفه هقول للراجل الا ما يجي من السفر ما يلاقيش هدمه يلبسها، ولا الفلوس اللي سرقها. ده انا كنت شايلها علشان اجيب للراجل فراخ يتقود بيه. ده شقيان وغلبان وبيشوف الموت كل ساعه. معلش يا اختي، حقك عليا انا، هنعوضهم لك. عشان خاطرك انت بس. انا عارفه انه مغلبك معاه، بس كنت عاوزاكي تسأليهولي هو رهن الهدوم فين عشان اروح افك الرهنيه. لو انت معاكي فلوس تفك الرهنيه يا اختي. خمسه وخمسه في عين العدو. طب وانت ايش عرفك انه رهن؟ الحرامي التاني اللي كان معاه. لا والعيله رخر سرقك. قال ايه؟ الميعاد فات خلاص وما جاش حد يسد الرهنيه، فالهدوم بقت بتاعته. انما انت شفتيها عنده؟ ابدا، بيقولوا انه باعهم. والله يا مريم ده الهدوم بشوكهم وهدوم احمد ما لحقش يلبسهم. معلش، عوضك على الله بقى. مش عارفه اعمل ايه، الراجل هيرجع مش هيلاقي حاجه يغير فيها. لو عايزه اي حاجه انا تحت امرك. اني وشي في الارض منك. اخسى عليكي، داني نزعله منك. محتاجه كام؟ الهي يغلبك يا حسب الله انت وابو العيله، ولا هيغلبهم اكتر من كده ايه؟ معلش، بكره ربنا هيفرجها. امتى بس يا مريم؟ اديكي شايفه اني في الغلب ده بقالي قد ايه، وكل ما اقول الفقر هينزح عني رجلي بتغرس فيه اكتر واكتر. ما تحمليش هم، دقت لما فرجت. مين اللي بيخبط؟ انا احمد جوزي. ازيك يا سكينه، وحشتيني. الحمد لله على السلام. ايه اللي جابك متاخر كده؟ ده يا دوب الساعه لسه ما بقتش 10. مين الراجل ده يا سكينه؟ طب والعيلة اخوي؟ معاك حق، ما انت ما شفتوش قبل كده. ازيك يا ابو العيلة؟ لو مؤاخذة ليه ما شفتكش ابدا، لا انت ولا الست والدتك. امي نايمة جوه. يما يما. ايه يا واد؟ اصحي جوه امي. مين اللي جه؟ جوزها؟ ايوه، وجاي معاه الخير كله. وعرفت ازاي؟ الخري بتاعه ملان على طمه عينه، ده حتى سكينه مش قادر تشيله. ملهاش دعوه، اتلم بجع. اي والله عايشين بالدين. ده لولا مريم بتسلفني مش عارفه كنت هعمل ايه. عموما ما تحمليش هم يا سكينه، انا جايب لك معايا قرشين. قد المره اللي فاتت؟ لا اكتر. اصل انا بصراحه وعدت مريم اني ارد لها الاتنين جنيه لما ترجع. قد ايه دول؟ دول 13 جنيه. بجد؟ عديهم. مالكش دعوة بأختك، كفاية العاملة السودا اللي أنت عملتيه. ده أنت حتى ما افتكرتش أمك بقرشين، كنت قفلت عنكي. حقك عليا، حقك عليا يا أمه، بس أنا عملت ده غصب عني، ما كنتش لاقي الغضب. تقوم تسرق أختك؟ الحرامي الشاطر ما يسرقش من حارته يا خايب. طب ابقي صالحيني عليها عشان ينوبني حاجه من اللي يوزر جايبها معاها. اني لو منها ما كنتش ابص في خلقتك تاني. ده انت تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وضهر انها لسه انيانا وتوكلنا دي بتستلف علشان تصرف علينا. بقول لك ايه يا احمد، اوعى تجيب سيره الفلوس دي قدام ابو العيله ولا اي حد. هو اخوكي ده بيشتغل ايه؟ ولا بيشتغل ولا نيله،
ده صايع وخدع الصياعه وكان عايش على قفا امي ودلوقتي عايش على قفاي. ما هو ما دام بتصرفي عليه مش هيشتغل. طب اعمل ايه بس؟ مش بدل ما يرجع للسرقه تاني؟ ليه؟ هو اخوك بيشتغل حرامي؟ لا انا قصدي يعني بدل ما يمد ايده على حاجه مش حاجته. انت مالك اتخذت كده ليه؟ الحال من بعضه يا حبيبي، ولا انت ناسي حكايه الدواء اللي كنت بتسرقه من المستشفى؟ خلاص يا سكينة انا تبت خلاص. وبعدين انت ناسي العهد اللي بيني وبينك؟ احنا اتفقنا يا بنت الناس على حاجه، لا انا مد ايدي على حاجه مش بتاعتي، ولا انت تشتغلي ولا تقربي من اي حاجه حرام. اهو ربنا اهو يشهد. ولا جاب انت يا ولا، خد يا ولا زفت انت. نعم يا ست سكينة. اجري هات لي ربع كمان. خد اللزازة الفاضية دي رجعها وهات الرهن. وقول للخواجة اني هنعدي عليه. غور حمامة. استنى يا ولد، رايح فين؟ انت بعت الولد فين يا سكينة؟ يا اختي عاوزة نتنير ونندعق ونشرب. طب غور يا ولد ومتعوقش، يلا. انت يا وليه من ساعه جوزك مسافر وانت مزودها قوي في المدعوق اللي بتندقي فيه ده. يا اختي هنعمل ايه؟ ما هو كيف اللي بنحط همي فيه. ما كفاياكي بقى يا سكينه، لساكي ما انبسطتيش. يا اختي ننبسط كمان وكمان، هو في احلى من الانبساط؟ بقول لك ايه، ما تقلبي القهوه دي خماره، ده انت تكسبي ده. ان جيتي للحق انا كنت بنفكر في اللي بتقوليه ده، بس ده شيء بقى يلزم له رخصه ووجع دماغ وهم ما يتلم. يا اختي لو انت بيهمك، لو معاكي فلوس تشاركيني؟ فلوس؟ ما خلاص طارت على الخمره مش كده؟ هو ده اللي انا كنت خايفه منه، تبعزقي فلوسك وترجعي تدوري على شغل تاني. وحياتك يا اختي مع الخمره بس، دي بقى مفتوحه عشان تسديها لازم تصرفي اللي قدامك واللي وراكي. يا بنت انت هتفضلي خايبه لحد امتى؟ لازم تشيلي لك قرشين للزمن، مش تصرفيهم على ناس سرقوكي في الاخر. يا اختي ده انا مش عارفه هندفع اجره البيت منين. أنا مستغرب إيه حكاية الخمرة اللي أنت طلعنا فيها ده؟ الخمرة دي للرجالة مش للحريم. حوش اللي بتدفعه خده يا شيخ المنصر، أنا محدش بيديني مليل، أنا حرة. لا مش حرة، مش حرة. داني مش قادر أقيم وشي قصاد الناس اللي هيشوفوك وأنت راجع كل ليلة سكران. وأنا مش قادرة أوري وشي للناس اللي عارفين إنك حرامي. قال حرامي قال. دان المعلم ابو العلة يا ولية يا خمرجية اللي الخمرة نحست نفوخك. شهدة يما على ابنك ده؟ كفاية ابو العلة وتلم، ولا انت ناوي تفضحنا وتجرسنا؟ وانت يا بيت ما كفاية حكاية الخمرة دي اللي شافتها فلوسك ومنظفة جيوبك اول باول. انا يما عايشة في عذاب، كفاية همكم علي وجوزي اللي مش بشوفه غير كل 3 اشهر كام يوم. الخمرة بتخليني اتخمد وانام ومدراش. طب ولما الفلوس اللي هتصرفيها على الخمرة دي تخلص هنعيش منين؟ هي لسه هتخلص، ما خلصت. يخرب بيتك، انت عايزة تشحتينا؟ انت سامعة الكلام اللي هتقوله بنتك ده يما؟ هناكل منين دلوقتي؟ اني زهقت خلاص، زهقت من عيشتي معاكم. اني من بكرة هعود على كفر الزيات تاني، وان شاء الله حتى اشتغل في البيوت. عملتي طيب يما، انا كمان ناوي اسيب المطرح هنا وادور لي على شقه صغيره ورخيصه على قدي لحد احمد ما يرجع. انت كمان تشوف لك صرفه. تكرشينا يا سكينه؟ تكرش لاحمد اخوك وامه؟ انا اول واحده هتكرش من البيت ده عشان مش هقدر ادفع الاجره. عايز تقعد انت اقعد براحتك، وشخل الجبك يا معلم ابو العيال. سامع يما؟ يعني احنا على كده اتشردنا على الارصفه وكلاب السكك هتعضيت فينا؟ يبقى مفيش غير حل واحد، تعود معايا على كفر الزيات وتخدم معايا في البيوت، وهي تبقى اتفتحت لك سكه رزق يا خايب. على الله يتمر فيك وتفتكرني بقرشين كتاكل هم وانت مش جايب تمنك.